بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في أخذ ما يظهر لنا من الأحكام من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية إلى قوله تعالى فلن تجد له سبيلا. قد وصلنا إلى هذه النقطة أنه يؤخذ من هذه الآيات أن الإيمان بأن الله يجمع الناس للحساب والجزاء أمر لا يتطرق إليه شك ولا احتمال، ولهذا قال لا ريب فيه، ثم قال ومن أصدق من الله حديثا. فلم يبق شك ولا ريب في حصول البعث والجزاء يوم القيامة. ويؤخذ من هذه الآيات أن القيامة حاصلة لا شك فيها، وهو قيام الساعة الذي هو باب اليوم الآخر. وقيام الساعة لا يعلمه أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما استأثر الله جل وعلا بعلمه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فعلم قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه عن جملة أسئلة منها أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن جبريل ومحمدا لا يعلمان قيام الساعة فغيرهما من باب أولى. وذلك لأنه لا مصلحة لنا من معرفة وقت قيام الساعة، ولو كان في ذلك لنا مصلحة بينها الله لنا. فهذا من الأسئلة التي لا قيمة لها، من أسئلة التنطع والتكلف التي لا فائدة فيها. كان الواجب أن نسأل ماذا نعمل ليوم القيامة، هذا هو الواجب، أن نسأل عما يلزمنا نحو هذا اليوم. أما أن نسأل متى يحصل هذا اليوم فهذا ليس لنا منه فائدة. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا أصدق من كلام الله عز وجل، لا أصدق من كلام الله عز وجل، لأنه لا يتطرق إليه شك أو احتمال، ومن أصدق من الله حديثا. فالقرآن هو في قمة الصدق وأعلى الصدق، ثم بعده السنة النبوية فإنها حق وصدق، كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا رد على من يعتمدون على أدلة المنطق وعلم الكلام في العقائد ويقولون إن الأدلة السمعية، يعني القرآن والسنة، الأدلة السمعية لا تفيد العلم بل هي محتملة أو تفيد الظن كما يقولون. الله جل وعلا رد عليهم بقوله ومن أصدق من الله
حديثا. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله جل وعلا بأنه يحدث ويتكلم، وهذا صفة من صفاته الفعلية، فإن الكلام ثابت لله عز وجل أنه يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى، لا كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن ذهب مذهبهم أن كلام الله مخلوق، لأن الله لا يوصف بأنه يتكلم، تعالى الله عما يقولون. فالله أخبرنا أنه يتكلم، وأخبرنا أنه لا أصدق حديثا منه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات بيان معنى النفاق، والنفاق داء خطير وضرره كبير. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، قد يكون نفاقا أكبر اعتقاديا لا إيمان معه، وهذا نفاق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وهذا لا يصدر من مؤمن. والنوع الثاني نفاق عملي قد يحصل من بعض المؤمنين، كالكذب في الحديث وإخلاف الوعد والفجور في الخصومة وغير ذلك من صفات المنافقين، فهذه تصدر من بعض المؤمنين وفيها خطر على إيمانه، فيجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أنه لا يجوز الاختلاف في كفر المنافقين، لأن الله جل وعلا قال فما لكم في المنافقين فئتين، يعني مختلفين في شأنهم، والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. وهذا في النفاق الأكبر الاعتقادي، إن صاحبه كافر بالله عز وجل بباطنه، وإن كان يتظاهر بالإسلام، ونحن نقبل منه علانيته ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا إلا الظواهر، وأما السرائر فهي إلى الله جل وعلا. يؤخذ من هذه الآيات أن الله أذل المنافقين وخذلهم بنفاقهم، الله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وأصغرهم وردهم عن الهجرة وردهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنهم ليس عندهم إيمان يدفعهم، ليس عندهم إيمان يدفعهم إلى الأعمال الجليلة، ولذلك يتراجعون عن الجهاد ويتراجعون عن الهجرة إلى بلاد المسلمين، لأنهم يريدون أن يعيشوا مع الناس ولو كان ذلك منهيا عنه في حق المسلم. ويؤخذ من هذه الآيات أن أعمال بني آدم هي فعلهم، وهي خلق الله جل وعلا، لقوله والله أركسهم، هذا فعل الله جل وعلا، بما كسبوا هذا فعلهم، فالعبد هو الذي يعمل أو يفعل سبب الضلال والكفر، والله يقدره عليه عقوبة له، كما قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.